بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. رواه الحاكم. هذا الحديث له يعني شاهد في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالزنا وشرب الخمر يؤدي بالإنسان إلى زوال الإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه دخول الجنة لأول وهلة، وهذا خطر عظيم، إذ يوشك أن يزول منه أصل الإيمان، لأن الإيمان يثبت بوجود القدر الواجب في القلب، والقدر الناقص الضعيف يتزلزل صاحبه ويفتن عند الفتن، ويخشى عليه من زوال الإيمان بشك أو تكذيب أو استحلال أو إباء أو استكبار أو استهزاء بشرع الله سبحانه وتعالى، فقد يكفر وهو يظن أن الأمر شيء هين. فهذا خطر عظيم في كل من نفي عنه الإيمان. لا نقول أنه كفر وخرج من الملة كما يقول الخوارج في أمر الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، لكن نقول إن زوال الإيمان الواجب يجعله على خطر، ربما وقع في شيء من الكفر لأنه زالت بينه وبين الكفر حواجز، لأنه سهل عليه أن يترك ما وجب عليه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يقترب من الكفر ويسهل عليه الكفر، نعوذ بالله من ذلك. قال: وتقدم في باب الحمام حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. الحديث الذي فيه أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، هو المتضمن لكشف العورات. فالجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر فهذا مناف للإيمان الواجب بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ده يعني لما شرب الخمر لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر، أقل شيء الإيمان الواجب. وقد يؤدي به المداومة على هذه الكبائر إلى أن يصل إلى أن يكفر بالله واليوم الآخر، لكن ليس بمجرد الذنب يكفر، ولكن يزول الإيمان الذي أوجبه الله. والجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر دليل على الامتناع من التواجد في أماكن الخمارات، وكذا في الفنادق المعروف والمطاعم المعروف بها، المعروف أن بها شرب خمر وإباحة شرب الخمر، فلا يعمل في هذه الأماكن لا في بيع ولا شراء ولا إجارة ولا شيء من ذلك. الأفراح اللي فيها حشيش، فعلا الأفراح التي بها المخدرات توزع وكذا شرب الخمور لا يجوز حضورها، لأن ذلك داخل في مثل ذلك، يجلس على موائد مع من يشربون هذه المنكرات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة.
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي ولفظه في إحدى رواياته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. وفي رواية لمسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. هو اللفظ الأول لفظ مسلم، وأظنه قصد بقوله رواه البخاري ومسلم هذا الجزء، لكن الجزء الأول هو كل مسكر خمر وكل مسكر حرام من رواية مسلم في الصحيح. وهذا يدلنا على أن كل ما أسكر وأذهب عقل الإنسان مع نشوة فهو خمر، كل ما أذهب عقل الإنسان مع نشوة، وهذا معنى السكر، مع لذة يجدها في عقل في نفسه في ذلك. وكل مسكر حرام، هذا دليل على أن سواء كان مشروبا أو مأكولا أو محقولا أو مشموما، فكل هذه المخدرات كل ما يزيل العقل مع هذه النشوة من سواء سمي دواء أو سمي غير ذلك فهو من الخمر المحرمة. ولذا لابد أن يسمى كل شيء باسمه، تسمية الأشياء بغير اسمها أدى إلى اختلال الأمر عند الناس. فالناس مثلا يرون الكحول سموه كحولا فنسوا أنه خمر فباعوه وحملوه، وأمر معتاد، حتى ربما يقع في هذا الأمر يعني كثيرون ممن يعني يكونوا ملتزمين من الإخوة والأخوات يحملون هذا الأمر يظنون أنه يجوز استعماله وبيعه وشراؤه لبعض الأشياء الطبية، مع أن له بدائل عديدة، وينبغي أن يعدم مثل هذا الشيء ويتلف ولا يحفظ، خصوصا مع ولود البدائل المتعددة، وليس أن هذا الأمر لمجرد الحاجة إليه تبيحه، كما ذكرنا أن الخمر لا تباح إلا عند الضرورة، غصة وقفت في حلقه يوشك أن يموت منها لا يستطيع أن يأتي بماء، وجد الماء أمام الخمر أمامه، لو ذهب للماء مات، خرجت نفسه. فيمكن في هذه الحالة أن يتجرع جرعة الخمر لينقذ نفسه من هذا الاختناق. وكما ذكرنا إذا كان هناك ألم يساوي ألم الإكراه على نطق كلمة الكفر، يساوي الألم الذي يحصل عند الإكراه على نطق كلمة الكفر المبيح لنطق كلمة الكفر أو فعل الحرام، جاز له أن يتناول الخمر في هذه الحال، ألم فظيع لا يحتمل، لا وسيلة إلى إزالته. هذه الأحوال التي يمكن أن تستعمل فيها هذه الأدوية المخدرة، وإلا فلا يجوز بحال من الأحوال تناول هذه الأشياء ولا حملها. مش سبيل بس كمان يعني ألم فظيع جدا كما ذكرت، يكون ألم غير محتمل، ليس ألم المرض المعتاد. ألم المرض المعتاد لا شك كل إنسان يعلم، ويصيبه الصداع ونحو ذلك، ويصيبه الألم في قدمه وبطنه وأذنه، ألم مستمر غير معتاد. يعني أنا قصدي أنه هو مستمر، لأن في أشياء يمكن إزالتها ببعض الأدوية غير المخدرة، ألم شديد نعم المغص الكلوي على سبيل المثال يمكن أن يزول ببعض الأدوية ليه غير المخدرة، ده كثير، وهو ألم فظيع جدا شديد جدا. وهناك لكن ألام السرطان مثلا هذه أمور مستمرة على الدوام، هذه فيها نوع من الاضطراب ولا تزيلها الأدوية المعتادة. وهذا الحديث يحتمل أمرين، من مات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة، إما أنه لم يدخل الجنة، وإما أنه وإن دخل الجنة لا يشرب الخمر ولا يرغب فيها. وتكون هذه الروايات مخصصة لعموم القرآن في شراب أهل الجنة. ويؤيد ذلك الرواية التي ذكرها البيهقي لهذا الحديث، من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. وفي رواية المسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. هذا عام والآخر عام. قال الخطبي ثم البغوي في شرح السنة
وفي قوله حرمها في الآخرة وعيد بأنه لا يدخل الجنة، لأن شراب أهل الجنة خمر، إلا أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها، انتهى. هذا وجه في تفسير الحديث، يقول ليس شرابهم خمرا فقط، بل ذكر الله عز وجل فيها أنهار من ماء غير آس، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فذكر أنواع من الأشربة، فهذا دليل على أنه يمكن أن يستغني بالأشربة الأخرى ولا يرغب في الخمر، وإما أن هذا إنما يكون حال عدم دخوله الجنة، يحرم منها مدة من الزمن في الفترة التي لم يدخل فيها الجنة، والله أعلم. وأعلم لا، الرواية دي لو صحت فهي نص، هو ظاهر كلام المنذر انه بيحسنها على الاقل، ظاهر طريقته يعني. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. اكتب بعض النسخ غلط، فروجهن هي فروجهن، أعوذ بالله. رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيح والحاكم وصححه. وفي رواية لابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، المومسات هن الزانيات، أعوذ بالله. اقفل، أغلق هذا الباب، مفيش حاجة اسمها قياس في الأمور الأخرة بالعقول. ان واحد يقول لي يقاس الذي وقع ادمن الزنا اذا مات غير تائب يحرم مثال الجنه، ده وعيد الرسول هو الذي يتكلم، دي اخبار بغيب، لا نتكلم في الغيب بالقياس، ليست عقولنا هي التي نسمح لها بان تقيس في هذه الابواب، يقول الغيب تمر كما جاءت. ما فيش اسئله خالص، اغلقوا الابواب. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. دليل على أن قطع الرحم من الكبائر، والعياذ بالله. والتصديق بالسحر قد يكون كفرا إذا كان السحر من الكفر، نوعه من الكفر، فالذي يصدق مثلا أن الساحر قادر على خلق ما يدعي خلقه، وإماتة أحياء من يدعي إماتته أحياء، وقادر على الضر والنفع، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وكذا من يصدق بأن الكواكب والنجوم تؤثر على الناس، وأن العمل الفلاني معلق بالكوكب الفلاني في الوقت الفلاني، وأن نحو ذلك مما يؤدي إلى ضرر من عمل له ذلك السحر ونحو هذا، فهذا إذا كان متضمنا لتصديق بعقيدة كفرية وما هو من الشرك، أو مصدقا بصحة التوجه إلى النجوم والشياطين وغيرها بأنواع العبادات، كان كفرا. وأما ما كان من تخييل، وما كان من دخان وخفة يد، فهذا التصديق به كبيرة من الكبائر، كما أن فعله كبيرة من الكبائر. ومن مات مدمن الخمر، كما ذكرنا بقى مدمن الخمر والمخدرات والبيرة والأدوية المسكرة، سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة، نهر في النار، يقال أنه نهر الغوطة، قال: نهر يجري من فروج المومسات، دليل أن المومسات يعذبن في النار حتى يسيل من فروجهن هذه الإفرازات المنتنة الرائحة جزاء من جنس العمل. لما تلذذن بما حرم الله عز وجل وفعلنا ما حرم الله عز وجل من انتهاك حرمة الفروج، جعلت فروجهن تسيل
إفرازات منتنة يجري منها نهر يتأذى ويعذب به أهل النار من رائحته، ونعوذ بالله. ومدمن الخمر يشرب يسقى من هذا النهر، نعوذ بالله من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ: فيه إبراهيم بن خثيم بن عراك وهو متروك. وإن كان كل ما ورد في هذا الحديث وردت معانيه من أحاديث أخر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرج حائط القدس مدمن خمر، ولا العاق، ولا المنان عطاء. رواه أحمد من رواية علي بن زيد والبزار، إلا أنه قال: لا يرج جنان الفردوس. علي بن زيد بن جدعان ضعيف، علي بن زيد ضعيف، ولكن هو كالشاهد الذي قبله. المنان عطاء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وعن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد هكذا، ورجاله رجال الصحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن جبير. طبعا ده في انقطاع، وإن كان رجاله رجال الصحيح، لكن ابن المنكدر يقول: حدثت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن. لا يلزم هذا التشبيه أن يكون كافرا، الحديث فيه ضعف، والله أعلم. أعلم. ولكن هذا التشبيه بمعنى أنه كما أدمن على شرب الخمر فكأنه اتخذ هذا الهوى إلها من دون الله. واتخاذ الهوى إلها قد ثبت في كتاب الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وهذا الأمر قد يكون على حال الكفر الأكبر إذا دفعه اتباع الهوى في أمر من الأمور إلى أن يكفر بالله عز وجل، يعني حبه للشيء المعين الذي يريده يجعله مستعدا للكفر بالله، كمن كان مثلا من أجل المال أو من أجل المخدرات قيل له مثلا: أسجد لصنم، أو اقتل، أو يعني قاتل المسلمين مع الكفار، أو يعني أن يفعل كفرا والعياذ بالله. فإذا فعل هذا من أجل هذه الشهوة كان عابدا لهواه، شرك أكبر والعياذ بالله. وأما إذا كان يفعل المعصية ولا يفعل الكفر في من أجل هذه الشهوة، ولو عرض عليه الكفر لأبى، ولكن إذا عرضت عليه المعاصي فعل من أجل أن ينال شهوته التي يريد، فهذا يشبه هذا الذي فعل من الشرك، ويسمى أيضا عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة وعبد هواه، ولكن ليس بالذي يخرج من الملة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السرية دون الله. رواه النسائي. أو كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السرية دون الله، يعني في الإنكار، والله أعلم. أن من فعل هذا كان شبيها بهذا، وهذا صححه الشيخ الألباني موقوفا على أبي موسى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان. قال ابن عباس: فشق ذلك علي، لأن المؤمنين يصيبون ذنوبا، حتى وجدت ذلك في كتاب الله عز وجل في العاق: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الآية، وفي المنان: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، وفي الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رواه الطبراني ورواته ثقات، إلا أن عتاب بن بشير لا أراه سمع من مجاهد. رواه ابن عباس. وليس معناه أن ابن عباس يرى كفر من فعل ذلك، ولكن يقصد الوعيد الشديد في أصحاب هذه الذنوب، ثبت كتابا وسنة، إن صح عن ابن عباس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث أو الخبث. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث. الديوث يعني الذي يرضى ويقر أهله على فعل الزنا والفاحشة، وقد يكون فعل ما دون الزنا مثل التبرج درجة من الدياثة، أو مثل الاختلاط واللمس، والاختلاط المحرم واللمس والخلوة، وإن لم يقع الزنا الصريح فهي درجة من الدياثة. فالخبث أصلا هو فعل الفاحشة الزنا، وما هو من باب المقدمات لها درجة من درجات الدياثة. وهذا دليل على غلظ تحريم إقرار الفحش في الأهل، وهذا أفظع وأفظع في من يعني يظهر عقد زواج يتمكن من فعل الفواحش كشبكات الدعارة وغيرها، قد تتستر بعقد زواج مع بعض الرجال الساقطين، وهذا من أغلظ المحرمات، نعوذ بالله من ذلك. وكل من كان له يعني امرأة تحت سلطانه وهي من أهله له سلطان عليها وهو يقرها على الفاحشة فهو داخل في هذا الوعيد، على امرأته أو بنته أو أخته إذا كان له سلطان عليها وكان قادرا عليها. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني ورواته لا أعلم فيه مجروحا. قال الهيثمي: فيه مساتير، مستور الحال يعني غير معروف بجرح أو ضعف، ولكن لم يوثقه العلماء، ولكن له شواهد من شواهد حديث ابن عمر ورجاله ثقات. صححه الشيخ أبو عبد عنده البتاع. لا يدخلون الجنة أبدا، أبدا هنا بمعنى طول المكث، أو هذا محمول على من مات كافرا من هؤلاء وهم على خطر عظيم. وقد يطلق أبدا يراد به طول المكث، كما قال عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لكن لا، وقد تمنوا الموت في النار ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربه. ولكن نقول هذا لابد له من دليل، يعني إذا ورد أبدا فالأصل فيه الخلود، وكذا إذا ورد خالدا فيها، لكن قد يؤول ذلك إذا ورد الدليل. وبإجماع أهل السنة أن الذنوب التي
هي من جنس الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك لا يكفر أصحابها، ولكن هم على خطر عظيم، وذلك لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأجل أحاديث الشفاعة. ونسأل الله العافية. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي كلاهما عن شهر بن حوشب، وهو ضعيف عن أم الدرداء عنه. والمقصود إن صح الحديث: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، يعني في باطنك لا تفعل، وإن كان يجوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر والشرك عند الإكراه إذا قطع أو حرق ولا يكون كافرا، وإنما المقصود ما ذكرنا من أن يفعل ذلك فرارا بنفسه من الفتنة مع عدم الطمأنينة بالإيمان، كقول الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا أصابه البلاء فإنه لا يصبر وقلبه يضطرب ولا يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فيفعل ما طلب منه سخطا وضيقا بهذا الدين الذي أدى به إلى هذا الأمر، فهذا يكون قد كفر والعياذ بالله، لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فشرط الاطمئنان بالإيمان. وأما قوله: ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، احتج به من يكفر تارك الصلاة تارك صلاة واحدة، وليس ذلك بنص، فقد برئت منه الذمة، قال سبحانه وتعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، هذا ليس له عند الله عهد، كما في الحديث الآخر: ومن لم يحافظ عليها على الصلاة الخمس لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن هي تقال للتغليظ والتشديد: برئ الله منه ولا عهد له عند الله، وبرئ منه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبرئ منه المسلمون، لأنه ترك صلاة واحدة متعمدا. وينبغي أن تذكر هذه الأحاديث لترهيب من ترك الصلاة. وأما أن الخمر مفتاح كل شر، فنعم، فإنها تفتح باب الفواحش، وتفتح باب القتل، وتفتح باب السرقة، وتفتح باب القذف، وتفتح أنواع الشرور. تجد مدمن الخمر والمخدرات يعني كأنه ليس بإنسان، فسدت أحواله كلها والعياذ بالله، قطع الرحم وعق الوالدين وفعل أنواع الفواحش، لأنها بالفعل تفتح هذا الباب، تذهب العقل. اللي بيشرب المخدرات ده تلاقيه ممكن يضرب أمه، بيأخذ المال ليشرب المخدرات، الإدمان يجعل العبد يتسلط. إذا شرب الخمر سب وقذف وفعل كل أنواع الوبقات، إذا شرب الخمر ده يزني ويقع ربما على أهله، ونسأل الله العافية، على بعض محارمه، من أجل أنه ذهب عقله. دائما السهرات الحمراء مقترنة بليه؟ بشرب الخمر، ومقترنة بفعل الفواحش، مقترن بالمخدرات والعياذ بالله، لتطول فترة اللذة عندهم يفعلون ذلك، فيقع في كل الفواحش والمنكرات، وربما سب الدين وهو يشرب الخمر والمخدرات، وهذا واقع سبحان الله، يقع بلاء عظيم بسبب الخمر والمخدرات. رحمك الله. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأكثروا ذلك، أكثروا يعني عظموه، كيف ذلك، ووثبوا إليه جميعا،
حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه، فاختار الخمر، وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما شرب الخمر قتل وزنى وأكل لحم الخنزير. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثابته منها شيء إلا حرمت بها عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. وفي مقال طبعا هذا الحديث رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح نشرة مسلم وسكت عنه المنذري، والظاهر أنه موقوف مثل الذي بعده. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وصينه من كلام عثمان، قال اجتنبوا أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل النساء، فعلقته امرأة عشقته فأرسلت إليه خادما إنا ندعوك لشهادة، فدخل عشان تستدرجه، يعني أنت مش عايز دواء تفعل في عيشة تستدرجه لفعل شهادة، فدخل فطفقت كلما يدخل بابا أغلقته دونه حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خمر إناء، فقالت إنا لم ندعوك لشهادة ولكن دعوتك لقتل هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأسا من الخمر، فإن أبيت صحت بك وفضحتك. قال فلما رأى أنه لابد له من ذلك قال اسقني كأسا من الخمر، ظن أنها أسهل. قال فسقته كأسا من الخمر فقال زيديني، فلم تزل حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع إيمان وإدمان خمر في صدر رجل أبدا ولا يوشكن أحدهما يخرج صاحبه. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، والبيهقي مرفوع ومثله وموقوفا، وذكر أنه المحفوظ. أيضا الحديث الذي بعده موقوف على كعب، قد قيل إن الصحيح وقفه على كعب وهو أظهر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم لما أهبط إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني لما أخبر الله الملائكة أن آدم يهبط إلى الأرض قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم، قال الله لملائكته هلموا ملكين من الملائكة فننظر كيف يعملان، قالوا ربنا هاروت وماروت، قال فأهبطا إلى الأرض فتمثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءها فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك، قال والله لا نشرك بالله أبدا، فذهبت عنهما ثم رجعت إليهما ومعها صبي تحمله، فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي، فقال والله لا نقتله أبدا، فذهبت ثم رجعت بقدح من خمر تحمله، فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذه الخمر، فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي، فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما من شيء أبيتماه علي إلا فعلتماه حين سكرتما، فخير عند ذلك بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار عذاب الدنيا. طبعا هذا لا يصح مرفوعا، وأقصى ما فيه أنه موقوف أخذه ابن عمر عن كعب الأحبار، والله أعلم. أقول قبل هذا وأستغفر الله. هذا موجود على عبد الله تعالى.
هو ال سالم بن عبد الله ظاهره انه مرفوع بس هو برضه الظاهر كده. عندك ايه فيه ضعفه مش كده؟ الشغلانية ضعفه اصلا. هو الصحيح انه لا يصح مرفوع. ممكن دي الاسرائيلات التي تروى من بعض الصحابة من باب الاتعاظ. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وإن ليس مؤمنا وإن كان في درجة الإسلام، كيف يكون حاله بعد ذنبه هذا؟ إن تاب تاب الله عليه ورجع إلى الإيمان، وأما إذا ضل فهو مسلم ليس بمؤمن، ناقص الإيمان. حضور مؤتمرات خاصة بالعمل وندوات في الفنادق التي تقدم فيها خمور قد يؤثر عدم الحضور على عمله. لو كانت على الموائد تقدم فيها خمور فلا يحضر، لكن الكلام إذا كان في مكان آخر منفصل أختار له أن لا يحضر. كلام الشيخ الألباني الألباني صحح الحديث ده، حديث سالم بن عبد الله صححه الشيخ الألباني. سالم بن عبد الله عن أبيه اللي هو أن ملكا من بني ملوك بني إسرائيل ذكره في الصحيح مرفوع. لو كان عنده كحول أراد التخلص منه وضعه في السبرتاية نعم يجوز ذلك، لأن هذا فيه إحراقه وإتلافه. ها؟ يحطه في السبرتاية، حمله لإتلافه زي واحد بيشيل الخمر عشان يكبها نعم، فشيله عشان يحرقه مثل ذلك. تليفونات ايه؟ البرفانات اللي هي فيها كحول يعمل فيها ايه؟ تخلص منها حطها في السبرتاية. ها؟ لا ما يجوزش يشتريها عشان يحطها في السبرتاية. ايه ده؟ اللي بيقول عندهم شيء عليه بيكلمني بعد الصلاة بعد الدرس. طبعا لابد من التحذير من الرافضة في كل مكان، لكن هو متوقع ان الشيعة هتبص لهم في كل حتة الايام القادمة في كل حتة، لان في دولة رصدة 13 مليار دولار لغرض نشر المذهب الرافضة الشيعة لمذهب الامامي. ها؟ في كل حتة هنلاقي مصائب من هذا الكلام، لذلك لابد من تحصين المسلمين ضد هذا الفكر بمعرفة العقيدة الصحيحة. ها؟ هو الأمر وصل للدرجة دي كده؟ الإخوة يدخلون بعد صلاة العشاء خارج المسجد ويجلسون دون صلاة ركعتين تحية المسجد. السنة ان هم لما يخشوا من بره لجوه يصلوا تحية المسجد. رجل يحكي موضوع اثناء الحديث قال ان كنت غير مصدق لي احلف لك بالله واحلف لك بالصليب الذي على الكنيسة. هذه الكلمة كلمة كفر يعلم، فإن أصر كان كافرا خارجا من الملة. إذا كان يعتقد تعظيم الصليب الذي هو إشارة إلى ما نفاه الله في كتابه، فهو يعظم من كذب الله عز وجل وشعار من كذب الله عز وجل في كتابه، فلا يكون مسلما.
كان ذاهبا إلى درس علم، كان صائما فأفطر قبل أن يصلي، هو يريد أن يأكل بسرعة ويلحق الصلاة، فهو لم يلحق الصلاة. إذا كان جائعا فأكل، لكن بشرط أن يصلي الصلاة في وقتها، وكان جائعا لم يكن عليه إثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. سبحانك اللهم وبحمدك.